لي أب اللي ما يسمعش كلام أبوه بعدين يندم عليه. حوار بين أب وابنه، فبيقول اضرب يا بوي، اضرب يا بوي من حديد، اضرب خلينا فوق من جديد. اللي جاب لينا جاله خبر دلوقتي بفلوس، بكره يبقى ببلاش. دلوقتي الخبر كله بفلوس، حتى النفوس بقت تنباع. كلامك يا بوي في وداني كأنه درس في أولى ابتدائي. أنا كنت أسمع أقول رجل كبير ما يحبش حد يبص له على طرف ولا يكسر كلامه. أنا كنت واحد سادد ودانه، كنت أقول لك يا بوي المشاكل دي بكرة تتخمد ونقول يا ريت اللي جرى مكان. كنت بتقول لي اللي قدامك شعر ابيض مش الوان، يعني انا شايف زي ما قال الكتاب. جينا الدنيا عشان نتعلم الدرس بعدين نروح الامتحان، دي مدرستكم. بس مدرستنا قبل كنا نروح الامتحان وبعدين نتعلم الدرس الصح. زماننا غير زمانكم، كله بيقول يلا نفسي. خابر دبور لما قال لهوان روح انجب الحيطه القبليه وطلع واد عمك، واد عمه ده كان مسجون وكانوا عايزين يهدوا كل الحيطان عشان يطلعوه ايد واحده. زماننا غير الزمن، كله بيقول يلا نفسي. قوم قوم شوف شغلك، ومالكش صالح بحديث اللي جبت واللي ما جاش. كلمات اخوكم عبد العزيز. شكرا.